احنا قصص طبعا هو مهاجر وشاف بنت انه ايش مرة مقنعة عجبته انه قال هاي ملتزمة وشي قام يلاحقها مرة مرتين انه يظل يلاحقها مرة يلاحقها وتروح تشتري اغراض وهيش ويلحقها بهالسيارة انوار تدحج عليه عادي يعني وتمشي ما تطي وجه ما تقدر تمشي معاه يعني خايفة انه ياخذها او شيء ظل يلحقها مرة مرتين الا ما رغبها الى ما فاتت بيتها يعني هي صغيرة يعني مين و طب الباب فتح له واحد قام يسأله انه السلام عليكم كذا شلونك اخوي كذا من هالحكي اتفضل ما تفضل فات شرب شاي جاء عليه ثاني مرة هم رغبها لحقها مرة مرتين على السوق عجبته جاء سأله قال له بنتك توها كانت بس وكذا يعني عجبتني انه اريد اتزوجها يعني هل تزوجني اياها؟ قال له ما عندي بنات يعني قال له بلا عنده قال له ما هاي زوجتي يعني صاح لها ما جت طبعا مقشية جت انه بس متحجبة انها بالبيت يعني قال له هاي هي قال له هاي زوجتي يعني ما اقتنع بالحكي صار مهوس بيها يعني حيل عجبته وهي شذ ما ادري شو صار يعني دهش بيها مثل ما تقول اصر عليه انه الا يجوزوا اياها والا يعني ياخذها منه يعني عندها بنتين صغار وطفل يعني عمره شي 3 سنين قام شو سوى؟ تفلى الرجل هذا انه يعني يقوي مرتدين وله تواصل مع الجيش الحر قام سجن ما طلعوا الله عليهم وين راحوا فيه ظل ينجع المرة تعرف القصة حاولت انه تهرب لا ظل مراقب راحت عند اهلها ظل شيء حول الشهرين 3 شهور اخر شيء يعني خذاها بالقوة يعني يتجوزها الواحد يفضل ياكل تراب وما ينضم للدولة ولأنه مو على صح وعايشين العالم بضرارة يعني والله الحقيقة يعني لسه عندي مثل ما تقول تأثير بالشغلات اللي شفتها غادي وأتمنى أنه الله عز وجل ينسيني إياها وبعد حياتي جديدة يعني وأنصحكم مرة ثانية أنه الدولة مية على صحيح.